هش يا دبان هش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عارف انت الشاب اللي بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ فكرني كده. ايوه اتكلم كده معايا. اوكي وان مور تايم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عارف انت الشاب اللي اخلاقه وحشه؟ صغيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف انت الشاب اللي اخلاقه سيئة وبيشتم واكثر علاقاته مع اصدقاء السوء اللي مش بيصل رحمه؟ ثانية مرة كمان. ايوة بسم الله الرحمن الرحيم. هش يا دبان خليكم حلوين كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف انت الشاب اللي اخلاقه سيئة وبيشتم و ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف انت الشاب اللي اخلاقه سيئة وبيشرب سجاير واغلب مشيته مع اصدقاء السوء؟ الشاب اللي مش بيصل رحمه ومش بيهتم بعباداته خالص. طيب عارف الشابة اللي بسبب صداقتها مع One more time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف انت الشاب اللي اخلاقه سيئة وبيشتم واكثر علاقاته مع اصدقاء السوء اللي هو مش بيهتم بعباداته خالص ومش بيصل رحمه؟ طب عارف انت الشابة اللي يخربت ام الدبان مش هصور.